بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بيكم هنعيش الليله اللي دي سهره مع الضفادع وانواع الضفادع في مختلف بيئاتها كتالوج عجيب مليء بالمدهشات ومتحف مثير للتامل ولان الفيلم طويل فاحنا هنشوف نشوف الفيلم الاول وبعدين نتكلم سوا نشوف الفيلم عالم الضفادع عالم عجيب وزمان كان الضفادع ماده للسحر والتعاويذ والتعازيم كان بينظروا الى الضفدعه لانها كائن سحري عجيب وكانوا بيستعملوا جلدها يحطوا يستعملوه حجبة ويكتبوا عليه سحر وتعاويذ والسبب ان الضفدعة بتفرز مواد سامة من جلدها كل ما يخطر على البال من مخدرات ومواد سامة من هذا الجلد المخاطي الأملس وأنواع الضفادع بلا عدد قبيلة كبيرة خالص فيها كل ما يخطر على بالك من أشكال ومنلاحظ أن جلد الضفدعة بيتلون بألوان مختلفة حسب البيئة فما تقدرش تميز الضفدعة من البيئة بتاعتها إشي خضراء وإشي حمراء كل ما يخطر على بالك من ألوان ومن احجام فيه أو في الضفدع الصغيره قوي في الضفدع الضخمه شوف الضفدع اللي عامله زي العصايه دي شوف رجليها الطويله آه الرجلين الطوال دي آه وسيله للقفز لان زي البرغوت ممكن تنط نطه زي الصاروخ بفضل الرجلين الطوال دول فهي وسيله للدفاع عن النفس انها بتهرب بتهرب عن طريق القفزه الكبيره دي، والضبا دايما تنشط بالليل وتبتدي السهره باغاني الضباضع ينادوا على بعض، ده اعجب ضفدعه في العالم دي موجودة في بحيرة اسمها بحيرة تيتيكاكا على ارتفاع 4000 قدم وشوفوا جلد الضفدعة عامل شكله ايه؟ مجعد لكنها لابسة شال أو ملكوف كله تجاعيد والسبب إن مساحة الجلد ضخمة فمترهل عليها وهي بتستعمل جلدها في التنفس آه هذا الجلد ذو المساحة الكبيرة بينفعها في التنفس لأن الأكسجين في الارتفاعات العالية بيبقى الضغط بتاعه واطي خالص، وفي نفس الوقت هي كل عدة أسابيع بتجدد الجلد يعني يحصل انسلاخ، فلما ينسلخ الجلد بتاكله فبتعيش عليه، ده الرغيف بتاعها اللي كل كام أسبوع تاكله ويطلع جلد جديد، دي الضفدعة الشهيرة اسمها تيتي كاكا في بحيرة على ارتفاع 4000 قدم فوق سطح البحر وبالتالي في برد شديد ويمكن عشان البرد برضه هي لابسه الملكوف العجيب ده. آه دي نوع آخر من الضفدع. شوفوا القفزه بقى العجيبه دي بفضل الايه؟ الأرجل الخلفيه الطويله وبذلك تهرب في اللحظه المناسبه من اي حيوان مفترس مهاجم. شوفوا القفزه دي. ايضا بتتخفى عن طريق الجلد لان جلدها ما يبانش من البيئه جلدها عامل اكنه زي التراب شوفوا الضفدع اللي قدامنا دي مش باينه لونها زي لون الارض فمش واخد باله الحيوان المفترس ده مش واخد باله هيعدي مش هياخد باله خالص لان الجلد بتاع الضفدع زي حته ارض مفروشه بيسموها الضفدع المقرنه شوف بتفتح عينها ازاي آه شوف بقى ضفدع غريبه ده اسمه ده مش ضفدع ده ده كعنكبوت اسمه الترنتولا بيسموه اكل الضفادع شوف بقى الضفدع اللي هتضحك عليه الضفدع اللي هتضحك عليه ما يهمهاش هذا العنكبوت المرعب بتتكوم وتنام تحت بطنه ولا يهمها منه طب ازاي لان هي جلدها بيفرز مواد سامة رهيبة فبيبقى عنكبوت الترانتيولا ده خايف ومرعوب من المواد اللي بتسح من جلد الضفدع شوف الضفدع نايمة هتنام تحت بطنه عشان لو عمل اي حاجة وأذية جلدها يفرز المواد السامة دي المهيجة فايه يشيط العنكبوت المرعب ده وفي نفس الوقت بتستعمله تخوف بيه الاعداء حاجه غريبه قوي شوف اللبده تحت بطن العنكبوت وعنكبوت ما يجرؤش يعمل لها اي حاجه لو عمل اي حاجه تفرز بقى المواد الفظيعه دي تحرقه زي النار وفي نفس الوقت بتستعمله لتخويف اعدائها قاعده لبده العشه بتاعتها دي واحد راكب دبابه هتعمل ايه؟ هتعمل فيه ايه؟ شوف مبسوطة ازاي ولا هممها مع ان ده اسمه اكل الضفادع دي اسمها ضفدعة الطماطم ولونها زي الطماطم بالفعل ده تعبان غاوي اكل الضفادع شوفوا هيجرى ايه بالظبط بقى اولا لما هيشوف ضفدعة الطماطم دي هينبسط او لك هتعشينا شوف اول حاجة تتنفخ هتتنفخ ازاي عشان تخوفه هو هتقرب ده انا جن وبعدين هو ما يهموش برضه ايه يعني تتنفخ تتنفخ عبلاعك برضه وبيفتح بقه وبالفعل يهمهم ويدخل شوف بقى الافراز اللي افرزته من جلدها شوف بقى اللي هيجرى للتعبان هيولع جوفه نار شوف شوف اللي جرى له هيولع جوفه نار ويبتدي يلاقي ان مصيبه هتحصل له فيتقايض الضفدع ويطلع يجري يا <applause> <applause> قرابه هيطلع يجري راجع بيلحس طين، شوف الطين اللي بيلحسه من النار اللي في جوفه، عمال يبلع طين. بعد كده لا يمكن هيقرب للضفدع دي أبد، هيفتكر الدرس درس ما ينساهوش. وسائل غريبة أوي في الدفاع، هي مبسوطة أوي ادت له درس تمام. آآآ آه. ادت له درس تمام. هنشوف ضفدعة تانية اسمها ذا تود الضفدعة دي أمريكية شوفوا الغدد اللي في الجلد شوفوا اللي هيحصل إيه الكلب ده يعني هيريل على الضفدعة دي فطبعا يهجم عشان يهمهم بقى وإيه ويتغدى الجلد هيفرز مادة غريبة جدا هذه المادة تؤدي إلى الشلل والهستيريا والهلوسة والقيء الكلب شوف شوفوا شوفوا بالظبط هيجرى له إيه وبصوا لعينيه شوف الجلد بيفرز إيه المادة دي بقى خطيرة تعمل هلوسة وشلل شوف بيلحس إزاي بيلحلح يا الله هارس لسانه الدلدل خلاص بص لعينيه خدوا بالكم من عينيه شوف الجنونة اللي في اتجنن جاله جنان فهيلحق نفسه قبل ما يجيله الشلل وهي في نفس الوقت هتهرب جلدها مدفعيه جلد الضفدعه مدفعيه سموم ومخدرات وجهاز دفاعي ما حصلش في التاريخ هنتجول برضه هنا في الغابه ونشوف انواع اخرى شوف الالوان شوف الالوان العجيبه لا وايه وركها لون وجسمها لون وركها كحلي <applause> حاجه غريبه قوي خد بالك من الجلد غدد عجيبه آه الضفدعة تعتبر صيدلية كاملة من المركبات الكيميائية. دي في آه في أمريكا الاستوائية كل الضفادع ملونة بالشكل كده بالشكل ده فيه الحمراء والزرقاء وفيه المزركشة وهناك الهنود الحمر زمان كانوا يعني يعبدوا حاجه اسمها الضفادع ولدرجه ان هم عملوا لها تماثيل ذهب لهذه الضفادع، شوفوا الالوان اصفر على كحلي واصفر على اسود، كل ما يخطر على بالك من العياقه واللبس، فكانوا الهنود الحمر زمان يعملوا تماثيل ذهب لهذه الضفادع، شوفوا تماثيل الذهب بقى لقوها في الكهوف بتاع ال الهنود الحمر تماثيل من الذهب الخالص معناها الضفادع دي كانت تعبد وكانت حاجة مهمة خالص أيام الهنود الحمر كان الهنود الحمر بيعملوا إيه بقى؟ بيستعملوها في إيه؟ هنشوف كان الهندي يقشط المادة المخدرة اللي على الجلد ايه اللي عرفهم بقى بالمواد دي ما انا ما اعرفش بيقشط الماده دي بحاجه خشبيه كده وبعدين ايه يسخنها على النار ياخد الـ الـ المخدر ده اهو شوف اهو هو ده المخدر ده بعد كده يسخنه على النار حط الخشبه دي يسخنها شو هتسخنها سخنها على النار عشان يطهر السم وبعد كده هيعمل حاجه حاجه عجيبه ويجرح دراعه ويحط على الجرح الايه؟ السم ده. ايه اللي هيحصل؟ فورا اكنه شم شمة كوكايين بنت كلب ويجرى له عينيه وهيتهيأ له حاجات والدنيا تلف وحاجه بقى يتسطل سطله فوريه. سطله فوريه، هشوف هيشوف بقى القمر قد ايه تهيأ له الدنيا شكلها ايه؟ شوف بيبص لايديه شايف العالم اختلف قدامه ازاي؟ ابتدى يهلوس هو. ابتدى يهلوس مدمن مدمن هو اخر سطل دلوقتي شوف الدنيا بتلف ازاي اخر سطل بقى كل ده في جلد ضفدع حاجة غريبة أوي ببلاش ولا بتاع مهربين يروح يشتري منهم ولا يلحس ويتجنن حطه على الجرح على طول يجي له النوبه الفظيعه من السطن دي طبعا ابتدى دلوقتي العلماء يدرسوا بقى ايه حكايه جلد الضفدع ده ايه ده ابتدوا بقى يربوا الضفادع في احواض وابتدوا ياخدوا مستخلصات لافراز الجلد وبعدين ايه يحللوا بقى شوفوا الافراز نازل ازاي الافراز نازل ازاي ابتدوا بقى يحللوا بقى المركبات فوجدوا ان جلد الضفدعه دي عباره عن صيدليه كامله و آ... فهرس كبير لل... للفارماكوبيا مش ماده واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه دي حكايه كبيره مجموعه مواد ايش السام وشي مخدر واشي منشط واشي بي... آ... مضاد حيوي لا فيه مضاد حيوي بيطلع من جلد الضفدعه اقوى 100 مره من البنسلين حاجه خرافيه وفي نفس الوقت يلاقوا مضادات بتفرز من جلد الضفدعه لقتل الفيروسات والفنجاي اللي هي الفطر وايضا فيه مواد بتفرز من جلد الضفدعه شافيه من بعض انواع السرطانات شوف هنا بيحط النقطه من السم ده على على ايه على مزرعه ميكروبات شوفوا المزرعه الميكروبات دي لها ايه دابت دابت اختفت قاتل بيقول لك مية مره اقوى من البنسلين شوفوا بقى المركبات شايف كل دي مركبات استخرجوا استخلصوها من افرازات جلد الضفادع اشكال والوان حكايه غريبه قوي ايه وكل دي حتة ضفدعة صغيرة بتعمل كل ده عشان كده كان الهنود الحمر بيعبدوها ويستعملوها في السحر والجلد يعملوا عليه حجبة ضفدعة الضفادع في لندن اللي يسافر لندن في الربيع يلاقي العربيات عمالة تدهس في الضفادع لأن الضفادع بتعبر الطرقات بالمئات شوف الضباضة جاية أرتال من الضباضع تعبر الطريق طيب بتعبر الطريق رايحة فين هي عاوزة مجرى ماء نفسها يتقل. تعشق حاجة اسمها المية فنفسها تعطر في مجرى ماء علشان ايه ترمي نفسها فيه فبتعبر الطرقات باحثة عن الجداول وعن مجاري الماء اهو هتلاقي مستنقعة حلوة هيرمي هي نفسه وينبسط قوي أخيرا وصل للمية لكن نصها بيموت في حوادث العربيات العربيات بتدوسها وفي المية بقى تستعجب تلاقي عشر ذكور مسكين أنثى واحدة والأنثى بتبيض وهم بيلقحوا البيض كله في وقت واحد شوف البيض نزل ازاي زي السبحة ده السبحة ده السبحة دي هي البيض بتاع الأنثى وهم يلقحوا البيض شخصيا فورا كده وفي أفريقيا الإستوائية الجو بيبقى حر والضفادع الذكور بتتجنن وتبتدي تضرب بعض وعلشان الإناث ده ذكر ده ملاحظين هنا الضفادع ضخمة ضخمة كلها ضخمة كده زي الدبابات شوفوا بقى الخناقات كل ده خناق على أنثى خناقة الذكور على الأنثى وبيبقى خلقها ضيق والحر فظيع ويجي لها جنونه دي هنلاحظ هنا الاناث حجمها صغير قوي هنشوف الحكايه دي شوف هنا واخد انثى اللي بيلاقي انثى بقى يحلق عليها وعملت بيضه اهي البيضه عباره عن ايه سلسله بيض في سلسلة جيلاتينية كده والذكر بي بيلقح بي البيض أو البول يعني التلقيح في الضفادع مش الذكر يلقح الأنثى الذكر يلقح البيض إنما العلاقة مع الأنثى ما فيش علاقة إلا إن هو شوفوا البيض ابتدى يفقس إزاي البيض اتلقح ويفقس وطلع الأجنة على طول أهي والاجنه تطورت وبقت ابو دنيبه. شوفوا كميات ابو دنيبه بقى الوف ومتحاضنه وماشيه مع بعض. ليه؟ لان جلدها بيفرز رائحه معينه فبيستدلوا هم بالريحه دي ويتلموا على بعض يتلموا كلهم على بعض. وايضا جلد ابو دنيبه يفرز سموم برضه عشان يدافع عن نفسه. هنلاحظ هنا ان الاب اللي خلف دول كلهم ما بيسيبهمش ودي ظاهره مش عاديه بيراعيهم وبيبقى في خدمتهم هنشوف الحكايه دي الاب جاي وشوف ازاي عارف ان دول ولاده طب يعرف منين عشان الريحه اللي, في اللي طلع من جلدهم والمواد اللي بيفرزوها شوف في وسطهم كده زي الايه الراعي الحارس هتبتدي تحصل حاجه غريبه قوي حاله جفاف في المستنقع ودول كلهم يتهددهم الموت بالجفاف طبعا الميه اذا نشفت هيموتوا لان تنفسهم خيشومي لسه ما طلعتش الرئات بتاعتهم فشوفوا بقى ابوهم هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه غريبه جدا هيبتدي يحفر برجليه، شوفوا خدوا بالكم بيعمل ايه برجليه بقى؟ بيحفر برجليه ويعمل بربخ بيعمل انايه علشان الميه تخش في الحته المخنوقه دي، شوفوا بيعمل ايه برجليه بقى؟ شوفوا شوفوا ازاي؟ زي الفلاح اللي بيعمل بربخ بالظبط، وبالفعل هينجح. شوف المياه جت ازاي والعيال هاصمهم حاجه غريبه طب عرف بقى الحاجات دي ازاي ما تفهمش دي ظاهره غريبه في الضفادع ومش كل الضفادع كده والضواضع بياكلوا الحشرات لكن ممكن ياكلوا بعض في المجاعات في حالات المجاعات الضفادع تاكل أخته وبالليل أه في سطوع القمر كده بيحلالهم بقى الغنى وأصوات الضفادع بتطلع من صندوق رنين أو بالونة شوف بياكل حشرة ازاي بيطلع صوت الضفادع من بالونة بالونة صوتية تحت دقنه أو صندوق رنين وكل فصيلة من الضفادع لها صوت ونسمع مع بعض الأوركسترا العجيب هنلاحظ إن كل ضفدعة لها صوت مميز في ضفدعة تصفر وضفدعة زرغت وضفدعة طبل وضفدعة تعمل صوت أكنه تشيلو أو كوانتراباز فلما كلهم يعزفوا مع بعض بيبقى أوركسترا عجيب فيه طبلة وزمارة وصفارة وزغرودة وفيه ترومبيطة بيبقى لما كلهم يشتغلوا مع بعض بيبقى شيء غريب خالص <applause> دايما لما تبيض الضفدعة بتبيض في رغوة صابونية الرغوة الصابونية دي عشان تحمي البيض البيض بقى جوة الرغوة دي والرغوة دي بتحتفظ بالرطوبة وبقليل من الماء عشان البيض يتن عايش لغاية ما يفقس ولغاية ما تطلع أبو النيبة الشمس بتطلع الرغوة دي بتنشف لكن برضو المية جواه كل أبو دنباية معاها نقطة مية وفي نفس الوقت بقية البيضة اللي كب... صفار البيضة اللي بتتغذى عليه شوفوا معلق على أغصان الشجر الرغاوي النشفة شوفوا بقى أبو دنيبة جوه إزاي عايش على نقطة مية وفي نفس الوقت بي... بيأكل بقايا صفار البيضة ولما يتم تكوينه هيقع فهينزل فين في الترعة فيبقى لقى البيئة المطلوبة اللي عايزها يعني ترتيب محسوب يعني الرغوة دي معلقة على الغصن شوف هوب بينزل يروح فين؟ يلاقي الترعة اللي نفسه فيها تمام انتهى الموضوع شوفوا ارجل الضفادع دي ضفدع دي اعجب ضفدع دي اسمها سورينام تود ال... ظهر الضفدع دي عباره عن اكياس في كل كيس بيبقى فيه البيضه والبيضه بتفقس ويطلع مي... م... مش بقى أب... ابو دنيبه ينزل الميه ما فيش حاجه تنزل الميه كل كيس كانه رحم صغير البيضه تقعد تتطور جوه هذه الاكياس وجوه الفجوات دي لغاية ما تكتمل اكتمال تام وتنط وهي ضفدع بقى خلاص حاجة غريبة زي ما يكون حمل آدمي يعني وشايلهم فوق ظهرها والظهر نفسه عبارة عن الحويصلات العجيبة دي في كل حويصلة بيضة بيضة في كل حويصلة بيضة والبيضة تكتمل نموها لغاية ما تبقى ضفدعة مفيش بقى حكاية أبو النبى وينزل المية لا تنط على طول ضفدعة كاملة اسمها سورينام تود شيء غريب شيء غريب شوف طالعين إزاي أكين أكين رحم وبيطلع وبينزل منه جنين حاجة غريبة لقوا إيه وطالعين كاملين بوضاعة كاملة في الجفاف الشديد بقى بتحترق الغابات وتولع شوف الولعة الو... الو دي الحيوانات بتعمل ايه التعبين والسحالي والنمور والسباع كله بيجري كله بيهرب طب الضفدعة تعمل ايه هنا السؤال هنشوف بالظبط هتعمل ايه الضفدعة هتعمل حاجة مختلفة خالص احنا قلنا ان التعابين والسحالي والحيوانات والكلاب وكله بيهرب ده بيهرب ده اصل ما كانش هيهرب هيتشوي فده كله بيهرب ويشوف اتجاه الريح فين والسكه منين يطلع ياخد دي بتبقى طايره بقى في الجو مستنيه بقى ايه تعبان مشوي تلقطه غزال مشوي تلقطه حاجات بالشكل ده طب الضفدعه تعمل ايه الضفدعه هتحفر هتحفر في الارض تفضل تحفر 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 لغايه ما تخش في عمق الارض وتنام تنام قد إيه؟ شوف نايمة إزاي تحت في الأرض؟ بيقول لك لغاية سبع سنين تنام إذا استمر الجفاف طول ما هو الجفاف مستمر ممكن تنام لغاية سبع سنين، لغاية ما الجفاف ينتهي وتيجي الأمطار من أول رخة مطر هنشوف الراجل ده أسترالي من الوطنيين البدائيين في أستراليا من السكان الأوائل حس برجليه ان في حاجه بتلعب تحت الارض من غريزه بقى وهو في نفس الوقت عطشان هيموت حاله جفاف الجفاف, الجفاف شغال الناس مش لاقيين نقطه ميه قال لك لا ده في حاجه تحت رجليه انا متاكد ان في هنا الضفدع اياه الشهيره دي اللي بتبات سبع سنين يتن ويتن يفحت لغايه ما يدب يدب كده الله اهي بيعصرها ببقه على طول بتبقى محوشه الميه في المسانه بتاعتها وفي جلدها فعلى بقه يروح عاصرها شوف ازاي اربع حبه الميه دي حمد ربنا اقول الله الحمد لله شوف الميه اللي بقى سنين محوشه الميه دي يا عيني ولا بتاكل ولا بتشرب فجه اسعاف للراجل الغلبان ده لما يجي الوقت بقى ويتحول الجو وينتهي الجفاف الطويل والامطار تنزل الضفادع اللي في اللي في القبو بتوع اهل الكهف دول شوف المطر نزل ازاي هينزل المطر ده يتسلل للكهف بتاع الايه الضفدع اللي جوه ده الهنا بقى الهنا بعد سبع سنين هتصحى طب والسبع سنين كلت إيه وشربت إيه؟ وإزاي عاشت؟ ده حاجة زي روايات الخيال العلمي. هنشوف إزاي هتصحصح بقى، شوف المية نزلت إزاي؟ يا سلام على الفرحة بتاعتها بقى أهو. الله 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 الله، صحيت أهي. هتتاوب؟ سبع سنين نوم، حاجة غريبة أو أوي. مبسوطة قوي أول حاجة تاكل الإيه؟ الجلد. شوف الجلد الملكوف بتاعها ده تاكله <applause> دي اول فطار بعد سبع سنين جوع هتاكل جلدها بعد ما تاكل جلدها وتشرب كم نقطه ميه هتطلع وتستأنف حياتها طبيعي خالص خالص شوف طلع ازاي حاجه غريبه والله اهل الكهف فعلا اهل الكهف فعلا في افريقيا الاستوائيه بقى الحر بيوصل لدرجه 45 و50 درجه في الشمس طب الضفدع هتعمل ايه؟ الضفدع هيحصل لها حاجه غريبه قوي جلدها ينشف الاول وبعد ما ينشف يتحول الى غشاء ابيض غريب اشبه بمرايه بتعكس اشعه الشمس شوفوا شوفوا الـ 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 شوفوا الجلد جراله ايه؟ شوف ازاي ابيض شوف بقى ابيض ازاي ابيض عمال يعكس اشعه الشمس وفي نفس الوقت بيعرق وعن طريق العرق بيبرد جسم الضفدع كل دي اساليب للتكيف مع الحر الشديد تكيف مع الحرائق وتكيف مع البرد والتجمد زي هنا في القطب الشمالي اهي وكل شيء بقى جليد تلج ايه اللي بيحصل الضفدعة تتجمد اكنك حاططها الفريزر وتلتين من الميه اللي في جسمها يتحول لتلج بالفعل والتلت يتن سايل الدم يتنسايل سايل يحتفظ بسيولته جميع الوظائف تبقى شبه متوقفه نوع من البيات الشتوي يستمر خمس ست اشهر شوف كل شيء تجمد جميع الفانكشنز والوظائف خلاص ما في تنفس شبه متوقف وكذلك دقة القلب بطيئة جدا جدا الجسم يتحول إلى حتة تلج وتستنى في الوضع ده في الكهف لغاية ما فصل الشتاء ينتهي وتبتدي التلوج تذوب فهنشوف بقى ازاي هتصحصح تاني بيت شتوي شوف بقى تلج ده اهو شوف شوف ابتدت تتحرك الحركه البطيئه بقى شويه شويه الله 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 الله, الله, الله. تتحرك شيء غريب بعد خمس خمس ست اشهر نوم تلت تتحرك وعينيها رائت اهي روايات دي دي روايات كائن عجيب أوي، آه، تمسح بقها ودبت فيها الحياة من جديد، شيء غريب، بيت شتوي، شيء غريب. قطعا دي فصيلة عجيبة جدا من فصائل الحيوان. في أمريكا بقى فقراء المدمنين اللي ما مع معهمش تمن الهيروين والكوكايين بيعيشوا على لحس الضفادع. يلحس الضفدعة وبعد ثواني يبتدي مفعول المخدرات اللي في جلد الضفدعة تبص تلاقي برقت وتهيالوا الضفدعة دي قد البقرة ودارت الدنيا حواليه. ويبتدي في نوبة سطل فظيعة شوف المروحة بقت مروحتين اهو هنبص برضو لعينيه اللي بت... بيجي لها الجنان دي والهستيريا شوف شاف الضفدع قد ايه بقرة تهيالوا انها بقرة تضخمت شوف عينيه جات له الجنونة بقى خلاص الهستيريا وال... دول بقى فقراء المدمنين في أمريكا وسيلتهم الوحيدة هي الضفادع ابتدينا في أواخر السنين الأخيرة ملحوظة غريبة جدا أن الضفادع ابتدت تموت بالاف وملايين الضفادع بتموت في كل حتة بتموت والبيض آه الأجنة في البيض الأجنة بتموت قبل ما يفقس حاله موت في ضباضع انجلترا وامريكا وافريقيا و... احتاروا ايه اللي حصل لغايه ما اهتدوا الى السر والسر هو التلوث اللي صنعه الانسان بدخان المصانع ولا فدمر مظله الاوزون اللي كانت بتحمي الارض من الاشعه فوق البنفسجيه فالاشعه البنفسجيه هجمت على سكان الارض فابتدت تعمل سرطانات للناس وتموت الكائنات وتموت الضفادع بهذه الاعداد الهائله. حتى الاجنه حتى ابو النيبه الصغير اللي لسه مولود كله بيموت يموت يموت يموت, يموت كله السبب اتضح ان هي الاشعه فوق البنفسجيه. شيء غريب شيء غريب مما يستوقف النظر ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى الضفدع اسلحه جهنميه للدفاع عن نفسها رجلين طوال زي رجلين البرغوت بتنط نطات صاروخيه عشان تهرب والجلد اللي عمال يتلون حسب البيئه فما تقدرش تشوفها من البيئه اللي هي عايشه فيها فبتتخفى جلدها بيساعد على التخفي وفي نفس الوقت مدفعيه سموم يفرزها الجلد بتطفش اي حيوان مهاجم غير كده ربنا اداها وسائل للتكيف في اشد البيئات قسوه وحيل تواجه بها كل الظروف الحر الملتهب الصقيع الجمد الجفاف القاتل حرائق الغابات شفنا الحاجات دي قدامنا بيعنينا ازاي في الحر الجلد يتحول الى مرايه بيضة تعكس الشمس ويترطب بالعرق فيخفف الحر وفي الصقيع الجمد بتتجمد الضفدع بحالها تتوقف العمليات الحيويه كلها وتخش في بيات شتوي ست اشهر وفي الجفاف القاتل والحرائق شفنا اللي اعجب من كده ازاي بتحفر في الارض وبتنام سبع سنين لغايه حتى لو طال الجفاف طول ما الجفاف موجود هي نايم لغاية ما تيجي أول رخة مطر ونبص لها صحيت سبع سنين حاجة غريبة قوي وبعدين ربنا سبحانه وتعالى إداها أجزخانة جعل من جلدها أجزخانة متنقلة وصيدلية سموم ومخدرات وعقاقير ومواد بالهبل واكتشفنا مواد مضادات حيوية أقوى من البنسلين 100 مرة ومواد بتقاوم الفيروسات ومواد بتموت الفطر ومواد بتشفي من السرطانات ايه الحكايه دي طاقات غير عاديه في مواجهه الاعداء في نفس الوقت تبص لها تلبث تحت عدو مرعب زي عنكبوت الترانتولا وترعبه من خوف ويعيني يسلم في نفس الوقت تستعمله وتخوف بيه الاعداء درش يقرب لها عشان السموم اللي بتفرزها شيء طبيعي إن القدماء آه ينظروا إلى الضفدعة لأنها كائن سحري عجيب وإنهم ياخدوا من جلدها يعملوا آه حجبة ويحطوا سحر يعني ما هو بيشوفوها بتعمل عجائب حتة حاجة صغيرة كده عمالة تعمل عجائب آه وبالرغم من كل ده الضفدعة تلاقيها كائن وديع حبوب وتلاقي الأب بتاع الضباضة عارف ولاده وقاعد يحرسهم بالألوف بقى ولو اتقفل الترى عليهم هو يروح فاتح بربخ ويعمل أنايا ده سد عالي بقى بيعمل مهندس كبير يعني. في الواقع إن الضفدعة ظلت تكافح مئات الملايين من السنين وعبرت العصر الجليدي اللي مات فيه كل الدناصير وخرجت سليمة مفيش حاجة هزمتها إلا الإنسان وشر الإنسان اللي عمل التلوث واللي بيهددها دلوقتي بالموت. الواقع شر الانسان غلب شرور الطبيعه كلها والانسان ظلم نفسه لما قبل الامانه امانه الخلافه على الارض وربنا بيحكي في الزمن الاول وبيقول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبينا ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الانسان شال الحمل اللي ما يقدرش عليه هيدمر نفسه ويدمر الارض معاه السماوات والارض والجبال قالت صرفنا انت يا رب بامرك الانسان هو الوحيد قال انا لها هو الوحيد اللي قال انا لها انا اللي هتحمل المسؤوليه غروره اورده واوردنا موارد الهلاك والانسان دلوقتي تطاول وتعملق ورايح يزرع في المريخ مريخ باث فايندر بور الارض وراح يزرع المريخ كوميديا يا اخوانا كوميديا العنتظة الفارغه انا دايما بحس ان هي طبيعي جدا ان ربنا يقوم القيامه ويدمر كل المسكن الانساني كله وينهي القضيه شيء طبيعي ده خالص ونهاية طبيعية جدا جدا يوم القيامة ده نهاية طبيعية جدا جدا وربنا يطلعنا منها على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة خدمة إن شاء الله.